دايما بس نقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، بنحط ايدنا على راسنا. طيب شو يعني وعجل فرجه؟ عمين عم نحكي وليه بنحط ايدنا على راسنا؟ تعال احكي لكم قصة الامام المنتظر اللي صلوا اكتر من 1000 سنة غايب عن عيوننا. كان يا مكان بمدينة سامراء بالعراق على وقت الإمام الحادي عشر اللي هو الإمام الحسن العسكري عليه السلام، كان في حاكم اسمه المعتمد العباسي. هالحاكم كان عنده جواسيس كتيرة يراقبوا كل بيت وكل أم حامل، وبالذات ضلوا مركزين على بيت الإمام الحسن العسكري عليه السلام. هالإنسان كان شرير كتير كتير كتير، كان راعب الناس كلها ومسيطر على كل شي بالمدينة. بس ليه؟ لأنه عارفين رح يخلق صبي يكون هو الإمام الثاني عشر، يعني رح تكون نهاية الدولة العباسية على إيديه. ضلت هيدي الحالة سنين وسنين يراقبوا كل أم حامل، وبس تخلف إذا جابت صبي يقتلوه، إلا أم واحدة ما قدروا أبدا يعرفوا إنها حامل. إيه يعني كان في ولد ببطنها بس ما بين عليها وما حدا عرف. طيب كيف هيك؟ هلأ بتعرفوا كيف. الإمام الحسن العسكري عليه السلام كان عنده عمة اسمها حكيمة، وكانت دايما تجي تزوره. لحد ما مرة كانت عم تجهز حالها لترجع على بيتها، طلب منها الإمام: عمتي ابقي هنا، لأنه هذه الليلة سيولد المولود المبارك الذي سيحيي به الله الأرض بعد موتها. هون استغربت العمة وسألت: من سيلد الليلة؟ قال الإمام: زوجتي نرجس سوف تولد الليلة صبية. تعجبت كتير السيدة حكيمة، لأنه ما كان مبين أبداً الحمل على السيدة نرجس، وهيدا الشي صار لأنه الله سبحانه وتعالى أخفى حملها عن عيون كل الناس. هيدي الليلة هي ليلة 15 شعبان سنة 255 للهجرة. بهيدي الليلة كان القمر بدر، يعني مضوى كله بالسما. وبهيدا الجو الصعب والسرية العالية ولد الإمام محمد المهدي، ولد مخلص البشرية وخاتم الأئمة، ولد اللي رح يملى الأرض عدلا بعدما ملئت ظلمة. وظل الإمام المهدي مختفي عن الناس لحد يوم 8 ربيع الأول سنة 260 للهجرة. بهيدا اليوم استشهد الإمام الحسن العسكري بعد ما سممه المعتمد العباسي. عرفوا الناس وإجوا كلهم على بيته، وقفوا الناس صفوف صفوف، وعلى راسهم جعفر خيل الإمام العسكري تيصلوا جماعة. وبهيدي اللحظة قبل ما يكبر جعفر، فجأة بيطل من بين الناس صب صغير عمره 5 سنين، وجهه بشع نور مثل القمر. بيقرب من عمه، بيكبش ابن تيابه وبيقول له: تنحى يا عم، فأنا أولى منك بالصلاة على أبي. هون تفاجأ جعفر والناس كلها انصدمت، وعرفوا أن الإمام الحسن العسكري كان عنده ولد مخب وما حدا عارف فيه. صلى الإمام المهدي على بيو الإمام الحسن، وبس خلص الصلاة بعض الناس صرت تشكك بإمامة هالصبي الصغير، من وين إجا وكيف إجا؟ بس الإمام المهدي قدر يعطيهم أدلة تقطع الشك باليقين، وهون الناس فهموا إنه هيدا الولد الصغير اللي عمره 5 سنين هو الإمام الثاني عشر. وهيك بلش ينتشر الخبر بين الناس بسامراء، وصاروا يقولوا إن الإمام العسكري كان عنده ولد ما حدا عارف فيه طول هالفترة، واسمه محمد المهدي.
وصل الخبر للحاكم العباسي. بعد جيشه بسرعة حاصروا بيت الإمام، كان بدهم يقتلوه، بس بقدرة الله سبحانه وتعالى فجأة اختفى الإمام المهدي عن عيون كل الناس، وحتى عن عيون أمه نرجس. وهون بتكون بلشت الغيبة الصغرى لإمام عصرنا. هو صحيح الإمام كان غايب عن عيون الناس، بس هو ما ترك شيعته أبداً وضل يتواصل معهم ويجاوب على أسئلتهم عبر رسائل كانت توصله عبر سفرائه. يقراها الإمام ويكتب لهم رسالة فيها الرد. كان عند الإمام 4 سفراء استلموا المهمة واحد ورا الثاني، وبعد مرور 70 سنة من هيدي الحالة بن ياخدوا رسائل ويوصلوا الأجوبة. بسنة 329 للهجرة بيبعت الإمام رسالة مع آخر واحد من سفرائه، بيقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي لأحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتداء الأرض جورا. بهيد السنة بتكون انتهت الغيبة الصغرى وبدت الغيبة الكبرى، يعني بعد الإمام لحد اليوم غايب. هو صح غايب عن عيوننا، بس مش غايب أبدا عن عقولنا وقلوبنا. نحن كلنا عارفين أن الإمام موجود، هو بيعرف كل أخبارنا وبيساعدنا دايما، بس نحن ما منشوفه. مثل الشمس اللي موجودة ورا الغيوم، نحن ما منشوفها بس بضل يوصلنا نورها ودفئها. كلنا ناطرين الإمام ليظهر، بس طالما الناس اللي بدهم يقتلوه هني أقوى من اللي بدهم ينصروه، فما رح يظهر إمامنا. بس ما فينا نضل هيك ناطرين بلا ما نعمل شي، لازم نساعده ونمهد لظهوره. لازم نوقف مع الحق ضد الباطل، ننصر المظلوم ونوقف بوجه الظالم بكل شي من وجهه بحياتنا، لأن الإمام المهدي ناطرنا. عرفتوا هلأ اللي دايما منقول وعجل فرجه ونحط إيدنا على راسنا؟ يعني نحنا منحترمه للإمام بغيبته ونفكر فيه ومشتاقين له، وعم نطلب من الله سبحانه وتعالى إنه يعجل بظهوره تنقدر نشوفه ونكون جنوده. وهلأ خلينا كلنا سوا نرفع إيدينا ونقول دعاء الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.